قدام هاد الوجوه الطيبه، امهات واباء واطفال، وجوه المغاربه. غلاء الحواله، ونهضر غلاء الحواله، اعتقد كان متوقع ان هاد الحكومه كل شيء غالي فيها، كتعرف غلي ما عندهاش اجابات، كثر دخل الشروط الموضوعيه، ومع كامل الاسف اليوم المغربي مسكين كياكل العصا وكيتعذب امام حكومه عاجزه متفرجه. فلله المواطن المغربي، والله يدوز هذا العيد بخير صراحه، كيألمني والله يعجز اللسان مع كامل الاسف.